ممثلو القادة الدينيين والشيوخ التقليديين إلى جانب مندوبي الحارات، فضلا عن المسؤولين الإداريين في ملتقى لمعرفة تعهداتهم حول الحد من ظاهرة ختان الإناث والعنف الممارس ضد الجنس. رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي قال إن أشكال العنف الممارس أمر يخص جميع شرائح المجتمع، ولوضع حد له اتخذت الحكومة التشادية القرار رقم 006 القاضي بمنع الزواج المبكر. لذا فإنه من الضروري تقوية كفاءات القادة الدينيين والشيوخ التقليديين لإيجاد حل أمثل. وزيرة المرأة أمينة بريسيل لونغو أشارت إلى أن الملتقي يتوافق مع أجندة 16 يوما من النشاط الذي يناقش فيها حقوق المرأة والعمل على حمايتها، ونظرا لأهمية ومكانة الشيوخ التقليديين ورجال الدين، فإنه يتحتم توعية هذه الشريحة التي تمثل المجتمع للحد من هذه الظاهرة الاجتماعية. ووفق الإحصاء العام لعامي 2014-2015 فإن نسبة الزواج المبكر بلغت 68%. وبحسب الولايات تصدرت ولاية السلامات التي سجلت في نفس العام رقما قياسيا في الزواج المبكر بنسبة 96.1%، وهذا يشكل خطرا على صحة الفتيات.